فاللي هقوله ده مش كلامي، ده طب. أيوه. بيقول الطب هنا ربنا سبق الموال ده كله وخلص القضية. لا تخشوا العبثية في الأنساب واختلاط الأنساب. ليه؟ عندنا 5 أعضاء في الجسم غير مرتبطين بالجسم بشكل مباشر. كي. واحدة واحدة كده. أنا بكلم جموع الأطباء بس أنا هترجم لغتي للعقل الجمعي. أوكي. المخ وهو عضو طبعا مغلف بغشاء يمنع التحام الدم في الدورة الدموية بنسيج المخ، بنسميه بالإنجليش بلاد برين بارير. ده بيعمل ايه؟ ده حاجز مانع بيولوجي انتقائي لا يسمح لذرة صوديوم تعدي أونطة ولا خروج. صح. فهو كنترول رهيب. الثاني شبكية العين، ده العضو الثاني. الثالث الخصية. الرابع الغدة الزعترية، ده اسم جديد يمكن ناس كتير ما تعرفوش، اللي هي الثايموس جلاند. دي مكانها ايه الفكرة؟ دي فين التاينس؟ موجودة في الصدر. في الصدر، اوكي. زعترية، الغدة الزعترية. اللي هي جزء من جهاز المناعة. خلي بالكوا احنا قدام قضية خطيرة. كي. آخر واحدة فيهم بقى في الخمسة المشيمة. الطفل هو في بطن أمه يا سادة، والكلام بأكده لحضرتك، من أول النطفة حيوان منوي زائد بويضة التحموا، دي بداية التبادل الجيني. كي. بعد كده مفيش حاجات تانية غير هاتولنا غذاء وأكسجين وأنا حنمو وانقسم. فهذه النطفة لا تقع كده في بطانة الرحم إلا من خلال غلاف. احنا بنسميها المشيمة. المشيمة دي عبارة عن حاجة كده مفلطحة على جدار الرحم، تاخد الدم يمر فيها وتفلتره وتدي للجنين أكسجين. وتاخد الاكسجين ثاني اكسيد الكربون بتاع الجنين وتطلعه. مفيش دم بيعدي من هنا هنا. نو واي، مستحيل. لا يوجد تبادل خلوي في خليه واحده ما بين المشيمه اللي هي مرتبطه بالجنين وبين الام اللي هو الرحم. فانا عندي ضمانه بحاجه غريبه، ده احنا بنشوف المر عشان نوصل ادويه من الدوره الدمويه نعديها بس من المشيمه او من غشاء المخ او بنشوف المر. ليه؟ لانه انتقائي بدرجه مطلقه هذا الغشاء. سبحانك. فانا كده انا عندي معالجه ربانيه رهيبه جدا. بتقول ايه المعالجه دي؟ لا تخشوا اختلاط الانساب لسببين. اوريدي البصمه الجينيه اتكونت اثناء الحيوان المنوي ملطش البويضه وخلصت. يعني الدي ان ايه لاب وام، لا يمكن الدي ان ايه يتطابق. وانا سالت هشام السؤال ده قبل الفاصل ان هو لا يمكن السيروجيت ماذر او الام البديله يا فندم دول التحموا الدي ان ايه، يبقى مش ممكن تثبت انها ام. لا ده خدي الاصعب منها. الحيوان المنوي كائن، البويضه كائن، لما بيلتحم بيعملوا كائن جديد ثالث جديد. صحيح. خالص. صحيح. مش محتاج من الام غير حاجه واحده، اديني اكسجين وطاقه وانا انمو. ففعلا بينمو يكبر لغايه ما يبقى جنين. لا توجد صله مباشره بين هذا الجنين سوى استضافه عبر المشيمه بنقل. الجنين بيتبول على فكره، البول بتاعه بيروح فين؟ هو عايم في السائل الامنيوسي. فلتر. تاخده المشيمه وتشفطه في اتجاه واحد وترميه في الدورة الدموية، يبقى يروح للكلية بتاعت الأم. عايزين جلوكوز، يخبط على باب المشيمة من الدورة الدموية بتاعت الأم ويخش انتقائي. ده مفيش عسكر أكتر من كده. فأنت خايفة لا توجد صلة نسب بين الجنين حتى ابنها. الكلام ده كان أيام البويضة والحيوان المنوي. وهو بينمو مفيش تبادل لا جينات ولا خلايا ولا اي حاجه. فانا كده حطيتك قدام قضيه خطيره جدا. طيب ما احنا محتاجين البينج بونج يرجع تاني. ايه؟ طبعا كده استضافه. يعني استاذن حضرتك دكتور بهي، استاذه اشجان، هو الكلام اللي حضرتك قلتيه لو
يعني حرف امتناع لامتناع زي لو كده، يعني لو ليس له أي تأثير يذكر على اختلاط الأنساب أو الجينات الوراثية. هكمل بس أدي دليل على الحتة اللي حضرتك بتقوليها دي. شيلي الرأي أيوة. بتاعك خالص؟ آه لو سبت ده حتى لا يكون كلامي مرسل، خدي آخر دليل. فضل. يعني أنا يهمني عندنا حاجة الأنساب. اسمها بعد إذن حضرتك اسمها عامل الريزوس أو الار اتش. الار اتش كل المقبلين طبعًا. على الزواج فهموها ايه قصته وايه علاقته باللي احنا بنقوله. اه احيانا يبقى الاب بوزيتيف والام ما عندهاش هذا العامل فبنسميها نيجاتيف. صحيح. الجنين دايما يطلع زي الاب. طب طلع بوزيتيف وفي رحم واحده نيجاتيف، ده غريب بالنسبه لها. مش هتحس بيه ولا يطرد ولا يتحارب الا اذا الغشاء الواقي بتاع المشيمة اتجرح أثناء الولادة، يوم شوية دم يهربوا من البيبي أو من الأم وتحصل الكارثة. مش هتحصل في المولود، في المولود التالي بعد ما الأم تعمل أجسام مضادة. لازم تاخد حقن قبل الولادة اللي بعدها. أيوة ده يأكد إيه؟ إنه لا يوجد تبادل بين الأم والجنين طوال فترة النمو الجنين التسع شهور إطلاقا، إلا في آخر 10 دقايق ساعة الولادة شوية دم بيروحوا كده لحالهم ولازم الأم. أين اختلاط الأنساب؟ طيب هنقف هنا ثانية، هنشوف حاجة دلوقتي. احنا هنشوف بوبس وبعد البوبس أنا برضو يعني عايزة أسأل أستاذة أشجان، يعني خلاص لو موضوع اختلاط الأنساب ده خرج بره الموضوع، طب دلوقتي احنا عندنا نفسية الست اللي هي الأم البديلة دي لازم يبقى في قوانين وضوابط لحمايتها بشكل او باخر. عايزه اكمل الكلام في طبعا ده. هنرجع لحضرتك. الطفل هو اللي هيتعب نفسيا. ما احنا هنرجع على حضرتك على طول، هنشوف اراء الناس وحضرتك تاخدي بعد كده الكلمه.